معانا على تليفون دكتور ياسر أيوب الكاتب الصحفي الكبير وشريك الكردوسي في الكثير من الأحلام، والذي استكتب الكردوسي في واحدة من أهم المجلات المصرية اللي كان الأستاذ الدكتور ياسر أيوب رئيسا لتحريرها، مجلة 7 أيام، والتي كانت طبعا تجربة صحفية ناجحة جدا. فيها دكتور ياسر أيوب استكتب الكبير الكاتب الصحفي الكبير الراحل، طبعا وأنا بقول الراحل يعني تقيلة شوية على لساني، محمود الكردوسي. دكتور ياسر أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا يا أستاذ. خبر صحينا عليه اليومين اللي فاتوا، وكان طبعا حضرتك عارف هو كان في المستشفى بقاله شوية وكان تعبان، بس كنا كلنا بنراهن على أنه هيقهر المرض زي ما قهر حاجات تانية كتيرة وحقق أحلام مهمة كتيرة، أنه هيقهر المرض وهيخرج لنا، ولكن للأسف حدث ما لم نرده ابدا. يعني هو انا حضرتك انا اعرف يعني الكردوسي هو صديق عمر، يعني وقعدنا مع بعض من حوالي 30 سنه. الكردوسي هو عباره عن رحله معاناه، يعني كان تعذب كثيرا وقاوم الالم كثيرا جدا، وكان في حياته اهم حاجتين هما الكتابه والسينما. وكنت تحسي انه الكردوسي بينسى الاوجاع، يعني لما يمسك الالم. كان عنده مشاكل في الكبد وعمل عمليه زرع كبد، كان عنده من مشاكل سنين في الكلى، كان يعني لكن هو ينسى الالم حينما يكتب. وكان انسان في منتهى الرقه ومنتهى البساطه، رغم ان احنا لما نقرا له كتاباته كنا مش ممكن نقول عليه، يعني اللي يقرا كتابات الكردوسي ومش عارفه على الطبيعه عمره ما هيقول الشخص الجريء في كتاباته والخجول جدا اللي انا شايفاه ده هو ده نفس اللي كتب ده. بالظبط. وانا عشت مع الكردوسي تجربه الالام دي كثيره جدا، وكان فعلا بيتالم يعني بشكل عنيف جدا، وشاف اوجاع كثيره جدا، ورغم كده فضل واقف على رجليه وفضل يكتب وفضل يحلم ويحب السينما ويحب الحياه، لكن في الاخر يعني انتصر عليه المرض. يعني انا الحقيقه يعني انا عشان كنت مع الكردوسي كتير في رحله الالام، فما الخبر حتى وهو عيان كان مفاجاه حزينه جدا. يعني انا ما تخيلتش الكردوسي يعني هيرحل بهذه السرعه. يعني حضرتك يعني استكتبته في مجلة 7 أيام، إزاي كان الكردوسي بيتعامل في مقالاته؟ كان طبعه إيه؟ كان ملتزم بالمواعيد؟ كان يعني احكي لنا شوية عنه كده نفحة من ريحته يعني. وأنا يمكن بس عايز أقول للأستاذة المشاهدين، 7 أيام هي التجربة اللي جمعتنا إحنا الثلاثة. وأنا والكردوسي، وأنت حضرتك كنت أحيانا تتأخري في المقالات، لكن الكردوسي كان ملتزم جدا. يعني كان قبل الميعاد بيوم يجي لي المكتب ومعاه المقال، وكان يقول لي انا كاتب لو انت متضايق من حاجه ممكن ما تنشرهوش، وما اعتقدش ان انا عملت ده ابدا. انت عارف كنت بتاخر ليه؟ كنت براجع مع الكردوسي، وده بجد يعني. ده بجد هو اللي كان بيأخرك يعني. لا هو مش كان بيأخرني، هو كان فرحان جدا ان انا بعمل كده، وكان حريص جدا انه مقالاتي لما تطلع تبقى يعني حلوه يعني. وبعد اول مقال نزل كلمني طبعا، يعني بيقول لي انت ما قريتيش اللي انت كتبتيه؟ فقلت له ليه؟ قال لي طب اقري راجع يعني، وزعق لي قال لي لا انت تكتبي احسن من كده. وكان حاد جدا معايا لدرجه انه يعني ايه، عارف الكرباج بتاعه طبعا انت عارف، واداني كرباج كده على اصوله يعني جامد، وبدا يراجع معايا اول باول لغايه ما قال لي ايوه انت كده على التراك السليم. هو الكردوسي كان بيحب الاوقات، بيحب كل الناس، وزي ما حضرتك قلتي انه لا يبخل بالنصيحه على حد ولا يبخل بالمساعده على حد. كنت اشوفه دايما مهموم بمواضيع لأجيال جديدة، يقعد يصلح ويقعد يضيف ويقعد يغير ويقعد يقترح. يعني الكردوسي كان إنسان استثنائي جدا جدا. فقدناه طبعا، ويعني أنا مش مصدقة لغاية دلوقتي، حاسة إنه هيكلمني يقول لي زعلي يقول لي أنت فين؟ ما بتسأليش ليه؟ أنت
يعني ما يعني طبعا احساس طبيعي وتلقائي يعني، لكن الموت علينا حق، والقردوسي يعني هيفضل. وانا اتمنى بس من الشركه المتحده يعني انها، والقردوسي يعني كان رئيس مجلس اداره يتبع الشركه المتحده، هو كان له مسلسل نقدمه كفكره او معالجه دراميه وكاتب حلقاته، اتمنى انه يتعمل تكريما لاسمه يعني، ومش بس تكريما لاسمه يعني. هو طبعا حضرتك اكتر مني عارف القيم المهمه اللي بيحملها اي عمل بيكتبه الكردوسي. طبعا طبعا، وانا اتمنى انه يعني هو كان بعد ما عمل روايته الاخيره وبدون دعايه كافيه يعني، لكن هو كان حلم حياته انه المسلسل بتاعه يتعمل، وقعدنا اتكلمنا فيه انا وهو كذا مره في الشهور الاخيره، فانا ارجو انه يعني نحقق له حلمه حتى بعد رحيله يعني. انا جمعتني بيني انا وهو وعمرو سعد جلسه مره في يعني احنا الثلاثه في مصر الجديده، وكان بيتكلم عن ازاي ممكن يعمل مسلسل بيقدم الصعيد اللي بجد، وهو كان الكردوسي شايف ان الصعيد اللي بجد ما تقدمش كما كان المفروض انه يتقدم، انه في حاجات كتيره جدا في الصعيد لسه محتاجه تطلع في الدراما المصريه. وفعلا احنا كنا قاعدين انا وهو وعمرو سعد، وكان في مشروع لمسلسل بيجمعهم، وكان الموضوع ماشي، بس مش عارفه بعد ما تعب ايه اللي حصل. هو المسلسل يعني كان حاول لكن لسه ما سمحتش الظروف. هو بالنسبه للصعيد، هو اول كتاب له كان مره واحد صعيدي 96، مره واحد صعيدي، وكان يعني هو كان فخور بصعيديته، كان دكتور ياسر ان هو يبين الصوره الحقيقيه يعني، بعيد عن الهزار او الصوره المبالغات والكاريكاتير اللي كان موجود. الأبنودي شكر في الكتاب ده، الأبنودي الصعيدي المهم جدا، واللي طبعا يعني هو الأبنودي بنقول عليه الكتيب والشاعر الكبير، شكر طبعًا في كتاب مرة واحد صعيدي بتاع الكردوسي. والناس كلها حتى اللي مش صعيده حبوا الصعيد بكتابات محمود الكردوسي يعني، لأنه هو كان كاتب جميل جدا. اتمنى انا مع حضرتك، اتمنى ان احنا نشوف العمل الاخير بتاعه في مسلسل قادم، لانه مش بس ده تكريم ليه، لكن لانه اكيد اي عمل بيحمل اسم الكردوسي وبالتاكيد ده عمل قيم جدا، وهذا له قيمه وله اضافه، ويعني يا ريت انا بضم صوتي لصوت حضرتك كده، ونشوف المسلسل ده قريب على الشاشات ان شاء الله. يا رب يا رب. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر ايوب الكاتب الصحفي الكبير، ورحم الله الصحفي القدير والإنسان العظيم الأستاذ محمود الكردوسي.